مساءكم سعيد، مرحبا، أهلا وسهلا، عيدكم سعيد مبارك مرة أخرى، كل عام وأنتم بخير. طبعا بإلحاح من الكثير من الإخوان، حبيت في هذا الفيديو نعلق، مش نرد أبدا، نعلق على ما أثاره تعليقي على مباراة البايرن أمام مانشستر سيتي نهاية الأسبوع الماضي، والخطأ الذي ارتكبه أوباميكانو، والذي اضطرني أثناء التعليق على المباراة إلى تشبيهه بهاري ماغواير مدافع نادي مانشستر يونايتد، حتى أنني ركبت الاسمين في اسم واحد وذكرت بأنه صار أوبا ماغواير. الحقيقة العملية جاءت عفوية جدا، وأتصور وأعتقد بأن الكثير منكم شبهوا أوباميكانو أيضا بهاري ماغواير نسبة للأخطاء الكثيرة التي يرتكبها مانشستر مع مانشستر يونايتد، والدليل أنه في اليوم الموالي في مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي ارتكب خطأ في بداية المباراة أمام نادي إشبيلية، كلفه هدفا أول، وكلف أيضا فريق مانشستر يونايتد الخروج من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد خسارته أمام نادي إشبيلية، تعادلوا في الذهاب وخسارته في العودة بنتيجة ثقيلة جدا. طبعا هذه كان مجرد صدفة. حبيت نعلق على مصدرين أساسيين. أولا بالنسبة لي الجماهير العربية عموما، سواء كانت مشجعة لليفربول أو غير مشجعة لليفربول، وهذا أمر صحي وطبيعي يجب أن نضعه في إطاره. في الكثير من الناس من اعتبروا الأمر عادي جدا، يعني تشبيهي لأوباميكانو بأوما ماغواير عادي جدا، وحتى لتركيبة الاسم عندما قلت أوبا ماغواير اعتبروها أمر عادي جدا وطبيعي. هناك من لم يعجبه الأمر، خاصة من عشاق مانشستر يونايتد، كيف تشبه هذا بذاك؟ هناك من لم يعجبه الأمر أيضا، اعتقادا منه بأنني أستهتر أو أستهزئ باللاعب أو أتنمر من اللاعب. أبدا أبدا، هذا الأمر لا يخطر على بالي أبدا. قلت هناك من لم يعجبه الأمر، وهذا أيضا عادي جدا، وقال نرجو منك أن لا تتنمر على اللاعبين. أما فيما يتعلق بردود الفعل التي حدثت في بريطانيا بالدرجة الأولى، أنا بعد يومين من بعد سألت واحد من الزملاء البريطانيين العاملين معنا في قنوات بين سبورتس حول ردود الفعل التي جاءت في الكثير من المواقع الإلكترونية وحتى في قنوات تلفزيونية في بريطانيا، تحدثوا عن هذا الموضوع وقالوا بأن هناك معلق عربي في قنوات بين سبورتس شبه أوباميكانو بأوبا ماغواير، وبعدين صارت عليها ترند في الأيام القليلة الماضية، وصاروا يعملوا عليها فيديوهات مش للاستهتار، فيديوهات مش عارف كيف نسميها، حول هاري ماغواير وباميكانو. سألت واستفسرت، قلت هل الأمر لا يليق في بريطانيا؟ هل الأمر لم يعجب وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ولم يعجب أيضا المحللين والمذيعين الذين تناولوا الموضوع في اليوم الموالي؟ قال لي بالعكس، يقولوا لي بأنه عجبهم الحال ولفت انتباههم الأمر، وبعدين قالوا بأنه معروف في بريطانيا بأنهم أوكي ينتقدوا داخلهم، ينتقدوا اللاعبين وينتقدوا المدربين ويعملوا بهم سينما، ولكن عندما تأتي من الخارج يلتفوا كلهم حول لاعبهم، حول فريقهم، حول منتخبهم، يحبوا يخليوا الانتقاد محلي وداخلي لا يطلع برا. قالوا لي بأنهم لم ينتقدوك، لا بالعكس، الكثير منهم عجبهم الريفلكس في حين أنك تسبي أوباميكانو بأوباماغواير. هم عادتنا احنا في بريطانيا في الصحافة الرياضية بالدرجة الأولى هي صحافة مثيرة للجدل وللكلام، يجب أن تجد موضوع، فوجدوا هذا الموضوع، وعندما يتناوله موقع أو اثنان يصير 5 7 8 10، وتناولته مواقع كثيرة جدا ووسائل إعلام كثيرة، ليس من باب التهكم علي ولا حتى من باب التهكم أيضا على ماغواير. حبوا يقولوا بأنه هاوليك ماغواير صار ترند، وصار في حتى في مباراة لا تعني الإنجليز هاو أوباميكانو أوبا ماغواير أو ماغواير هاري ماغواير عند الآخرين رمز للأخطاء المتكررة، حتى صار يسمى كل من يخطئ من لاعبين آخرين أوروبيين يسمى
كناية في مش نكاية كناية في اللاعب هاري ماغواير. قالوا لي لا، الجماعة لم يتهكموا علي، بل بالعكس، وقالوا بأنه الجماعة في إنجلترا عند تناولهم للأمر ليس تهكما علي ولا تهكم أكبر على هاري ماغواير، ولكن تبقى الحقيقة أنه هاري ماغواير قالوا لي في إنجلترا يبقى الرمز للأخطاء المتكررة مع فريق مانشستر يونايتد ومع فريق المنتخب الإنجليزي، وصرنا كل مرة يمسك الكرة هاري ماغواير نمسك احنا قلوبنا خوفا من أن يرتكب أخطاء أخرى. فحبيت نعمل هذا الفيديو باش نقول بأنه هذا الأمر عادي جدا، وبعدين بالعكس مدام فيه التزام بالقيم والمبادئ ومن دون تعدي على الآخرين ولا تنمر، فيعتبر حبيت نقول لجماهيرنا العربية بأن هذا الأمر عادي جدا وليس فيه أي إساءة لا لماغواير ولا لأوباميكانو. إذا كانت فيه ممكن انتقاد يكون لأوباميكانو مش لهاري ماغواير. فحبيت نأكد لكم أيضا بأن الأمر بالنسبة إلي أيضا عادي جدا أنه يتم تناول هذا الموضوع بهكذا شكل في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الكثير من المواقع الإلكترونية، حتى أنه طلعت بعض الفيديوهات المضحكة شوية واللي ممكن تطلعوا عليها في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي في بريطانيا. ونقول لكم أيضا بأنه حتى في وطننا العربي حتى تعاليقكم حتى تحاليلكم حتى ملاحظاتكم أيضا اللي تكون مع أنفسكم ومع بعضكم البعض يمكن أن تنقل إلى عالم آخر في وسائل الإعلام وتصير كذلك وتعمل ترند. فحبيت نحط الأمر في نطاقه وفي إطاره ونقول لكم بأنه الأمر عادي جدا أنه أنا نقول على ماغواير أوباميكانو، وعادي جدا أنها تكون مثل هكذا تعليق سواء موافقة أو سواء مؤيدة أو معارضة، وهذه سنة الحياة. لا يمكن أن نتفق كلنا على شيء معينا ولا يمكن أن نختلف كلنا على أمر معين. سلام.